السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنبدأ دلوقتي شرح مادة إدارة الإنتاج الخاصة بالماجستير المهني. احنا كنا شرحنا الفصل الأول الخاص بمقدمة في إدارة العمليات، ثم شرحنا الفصل الثاني المتعلق بالدور الاستراتيجي لوظيفة الإنتاج، وبدأنا شرح الفصل الثالث الخاص بمهارات إدارة الجودة الشاملة، وانتهينا من شرح المبحث الأول. إن شاء الله هنستكمل باقي المباحث بالنسبة للفصل الثالث. المباحث الخاصة بالفصل الثالث، المبحث اللي احنا شرحناه اللي هو المبحث الأول المتعلق بالأبعاد الفكرية لإدارة الجودة الشاملة، هنبتدي نشرح من المبحث الثاني الخاص بثقافة الجودة طبقا لفكر ومناهج رواد الجودة، ثم المبحث الثالث منهج تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وأخيرا المبحث الرابع المتعلق بخصائص الأنماط المختلفة للشخصية الإدارية وعلاقتها بإدارة الجودة الشاملة. بنبدأ المبحث الثاني الخاص بثقافة الجودة طبقا لفكر ومناهج رواد الجودة. بنتكلم في المبحث الثاني على مجموعة من رواد الجودة اللي ساهموا في تطبيق إدارة الجودة الشاملة. بنتكلم أيضا على كيف تطور الفكر الإداري حتى وصل إلى ثقافة الجودة بمفهومها الشامل عبر قرن من الزمان. الرواد اللي ساهموا في تطبيق إدارة الجودة الشاملة عندنا رائد الجودة الأول اللي هو إدوارد ديمينج، وحط 14 نقطة في مجال الجودة هنستعرضها بعد شوية. والرائد الثاني هو جوزيف جوران ووضع لنا ثلاثية الجودة، والرائد الثالث هو فيليب كروزبي وعمل مجموعة من المطلقات بالنسبة للجودة. لو بدأنا بإدوارد ديمينج، إدوارد ديمينج وضع لنا 14 مبدأ في مجال إدارة الجودة الشاملة. لو جينا نستعرض هذه المبادئ، المبدأ الأولاني بيقول اجعل التحسين هدف ثابت ومستمر بغرض زيادة القدرة التنافسية والاستمرار في السوق وخلق الوظائف. المبدأ الثاني بيقول لنا تبني الفلسفة الجديدة، فنحن في عصر اقتصادي جديد ولا يجب أن نستمر في التكيف مع الانحرافات الشائعة التي طالما تعايشنا معها، مثل تأخر المواعيد والمواد البعيبة والتصنيع السيء. المبدأ الثالث بيقول توقف عن الاعتماد على الفحص أو المراجعة الشاملة لتحقيق الجودة، اطلب بدلا من ذلك الدلائل الإحصائية على أن الجودة فعلا تم بناءها في المقام الأول. المبدأ الرابع بيقول لك توقف عن التعاقد مع الموردين بناء على السعر فقط، اسعى إلى خفض التكلفة الكلية بالتعامل مع مورد واحد. المبدأ الخامس حسن باستمرار وإلى الأبد كل عملية من عمليات التخطيط والإنتاج والخدمة. السادس طبق طرق حديثة في التدريب والتعلم على رأس العمل بما في ذلك المعارف والمهارات الإدارية. السابع تبني ودعم القيادة. الثامن اقضي على الخوف بحيث يعمل الجميع بفعالية للصالح العام. تسعة اقضي على عوائق الاتصال بين الإدارات المختلفة. عشرة تخلص من الشعارات وامتنع عن حث العاملين على تحقيق العيوب الصفرية ومضاعفة الإنتاجية، لأن أغلب أسباب انخفاض الجودة أو الإنتاجية بيرجع إلى المنظومة وبالتالي هي خارج سيطرة العاملين. المبدأ الحداشر توقف عن فرض الحصص الرقمية على العاملين والأهداف الرقمية للمديرين. اتناشر أزل العوائق التي تسلب العاملين حقهم في الافتخار بجودة إنجازاتهم. تلتاشر طبق برنامج فعال للتعليم والتدريب والتطوير الذاتي لجميع العاملين. 14 دعم ومكن كل فرد في المنظمة على تحقيق التغيير والتحويل المطلوب. دي كانت ال 14 مبدأ اللي وضعهم ديمينج منذ الخمسينات وما زالت غالبيتها تطبق إلى الآن. لو انتقلنا لمنهج العالم جوزيف جوران في إدارة الجودة الشاملة، فبرضو جوران وضع لنا مجموعة من المبادئ يمكن بتتشابه لحد ما مع مبادئ ديمينج، لأن جوران وديمينج ظهروا في نفس الفترة في الخمسينيات ووضعوا هذه المبادئ. مبادئ جوران بتنص على المبدأ الأولاني بناء الوعي بالتطوير المستمر، تحقيق أهداف التطوير، التخطيط لتحقيق الأهداف، توفير التدريب،
تنفيذ البرامج والمشروعات المحددة لحل المشكلات، إعداد تقارير بالأداء، التعرف على المشكلات أثناء التنفيذ، متابعة النتائج، التسجيل المستمر للبيانات، والاحتفاظ بالقوة الدافعة للتطوير المستمر. دي كانت مجموعة المبادئ اللي وضعها جورام. بننتقل إلى عالم الجودة فيليب كروزبي، وهو حط مجموعة من النقاط عشان يتبعها في مجال الجودة. قال إن أنا التعريف بتاعي بيرتبط بالمطابقة للمواصفات والنظام وقائي ومعايير الأداء، بالنسبة لي إن العيوب بتساوي صفر، وإن أنا بقيس عدم المطابقة وتكلفة عدم المطابقة. وبالنسبة لتحسين الجودة في مجموعة من المبادئ وضعها كروسبي. المبدأ الأولاني بيقول وجوب أن يكون واضحا التزام الإدارة بالجودة. الثاني تكوين فرق تحسين للجودة ممثلا بها كل قسم. الثالث تحديد أين تقع مشكلات الجودة الحالية أو المتوقعة. الرابع تقييم تكلفة الجودة وشرح استخدامها كأداة إدارية. الخامس نشر الوعي بالجودة وجعلها اهتمام شخصي لكل العاملين. ستة اتخاذ إجراء لتصحيح المشكلات. سبعة إنشاء لجنة لبرامج العيوب بتساوي صفر. تمانية توجيه المشرفين لتنفيذ دورهم بنشاط في برنامج تحسين الجودة. تسعة تحديد يوم للعيوب تساوي صفر عشان ندع العاملين فعلا يتحققوا ان التغيير حدث داخل المنظمة الى الافضل. عشرة تشجيع الافراد لارساء اهداف للتحسين لانفسهم ولمجموعتهم. حداشر تشجيع العاملين يوصلوا للادارة المعوقات اللي بيواجهوها في تحقيق اهداف تحسين الجودة. اتناشر مكافئة كل المشاركين في الجودة. تلتاشر انشاء مجالس للجودة للاتصال على أسس منتظمة. والمبدأ الأخير الـ14 التكرار الدائم لبرنامج التحسين للتأكد من أن التحسين لا ينتهي. النقطة اللي بعد كده اللي بنتكلم عليها اللي هي ثقافة الجودة طبقا لفكر رواد الجودة، فبنقول إن كل شيء حوالينا بيتغير. طب شكل التغيير ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون تغيير عشوائي، ممكن يكون تغيير برد الفعل، ممكن يكون تغيير اعتباطي، او ممكن يكون تغيير تنظيمي مخطط. والتغيير التنظيمي المخطط هو ده الاسهام اللي قدمه رواد الجودة بالنسبة للمجتمع. التغيير العشوائي بيحدث كأن لم نفعل شيئا. المصير في التغيير العشوائي بيؤدي الى التدهور. التغيير برد الفعل ده بنلجأ اليه كرد فعل عشان نقدر نتصدى للمشكلات او الازمات عشان نعمل عملية علاج وليس وقاية. التغيير الاعتباطي ده بيعتبر تغيير جزئي ليس شامل، بيؤدي برضو الى التدهور على المستوى الكلي للمنظمة. اما التغيير التنظيمي المخطط ده بيتم في شكل شامل للمنظمة ككل، بيعتمد على تحويل المقاومة للتغيير الى حماس له. بنمكن العاملين، بنوفر الاتصالات المفتوحة، بيبقى فيه التزام كامل وقوي ومستمر للإدارة العليا بالفعل وليس بالقول. بنوفر آلية تنظيمية للتحسين المستمر. بنعمل تعليم وتدريب لجميع العاملين في ضمان استمرارية التحسينات وإدخالها في منظومة العمل والتدريب عليها. وده كان الإسهام اللي قدمه رواد الجودة في هذا المجال. بنقول إن إحنا محتاجين لتغيير ثوري، فبنلاحظ إن رجال الأعمال والمديريين ما بيتقبلوش مفهوم الثورة كمدخل للتغيير، بيفضلوا مفهوم التطوير. والتطوير معناه ان في تغيير، بس تغيير بطيء ومنتظم وتدريجي. لكن المتغيرات اللي حوالينا، سواء المتغيرات البيئية المحلية والعالمية، المتغيرات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بتبقى اسرع بكثير مما يستوعبه هذا التغيير التطويري. عشان كده بنقول ان ده بيتطلب ان احنا نتحول لمفهوم الجودة الشاملة اللي بيقوم على مبدأ التحسين الجوهري المستمر. بنحاول ان احنا نوفق ما بين الافاق الزمنية قصيرة الاجل وطويلة الاجل من خلال مدخل بنطلق عليه مدخل المسار المزدوج. لان ادارة الجودة الشاملة بتعتبر استراتيجية طويلة الاجل عشان نقدر من خلالها نغير الثقافة التنظيمية، نغير سلوك الافراد اللي بيعملوا داخل المنظمة. والمديرين في نفس الوقت بيسعوا انهم يحققوا اهداف ملموسة في الاجل القصير. عشان نحل هذا التناقض
بنتبنى مدخل المسار المزدوج أثناء تطبيق إدارة الجودة الشاملة. المسار المزدوج هو عبارة عن مسارين، المسار الأول هو المسار السريع، وده بيتضمن إن احنا ننفذ عدد من المشروعات قصيرة الأجل، وهي مشروعات بسيطة غير معقدة لكن بتدي نتائج جوهرية، وممكن إن احنا نقيس هذه النتائج. في المراحل الأولى من تطبيق الجودة الشاملة طبقا للمسار المزدوج، بنركز في البداية على المسار السريع، وبنقلل التركيز على المسار الطويل لغاية ما تظهر النتائج الملموسة للمسار الأساسي. المسار الثاني هو المسار الأساسي اللي هو المسار طويل الأجل، اللي بيضمن لنا التغيير الإيجابي بالنسبة للثقافة التنظيمية، لسلوك الأفراد الموجودين في المنظمة، وبنتبنى من خلاله فلسفة التغيير المستمر. فده شكل بيوضح لنا التوفيق ما بين الآفاق الزمنية قصيرة وطويلة الأجل اللي هو مدخل المسار المزدوج. بنلاحظ إن المسار السريع بنركز عليه في البداية لغاية ما يحقق النتائج الملموسة، وبعد كده بنبتدي نركز ونسرع في المسار المزدوج عشان نقدر نحقق النتائج في الأجل الطويل. ده بالنسبة للمبحث الثاني. بننتقل لحضراتكم للمبحث الثالث، والمبحث الثالث بعنوان منهج تطبيق إدارة الجودة الشاملة. بنبتدي المبحث الثالث بمجموعة من المبادئ الإدارية لثقافة الجودة، زي التركيز على العميل، القيادة، مشاركة الجميع، تبني مبدأ إدارة العملية، تبني مدخل الإدارة، بيئة المنظومات، التحسين المستمر، اتخاذ القرارات بناء على الحقائق، بناء علاقات نصر مع الموردين، الوقاية، ضمان استمرارية التحسين. بنبتدي ناخد نبذة مختصرة عن كل مبدأ من المبادئ الإدارية لثقافة الجودة. فالتركيز على العميل وهو المبدأ الأول، معناه إن العميل هو مبرر وجود المنظمة. المنظمة ما تقدرش تحقق أهدافها بدون وجود العميل، عشان كده المنظمة بتتعرف على احتياجات العميل سواء الحالية أو المستقبلية، وبتحاول إنها تفي بهذه الاحتياجات، وأيضا بتحاول إنها كمان تتجاوز توقعات العميل. وعندنا قاعدة بتقول إن العميل دايما على حق. طب إذا كان العميل مخطئا بنرجع تاني للقاعدة الأولى، فبنحاول نحقق الكلام ده في المنظمة اللي احنا بنعمل فيها. المبدأ الثاني اللي هي القيادة، والقيادة ببساطة معناها ان في قدرة للمديرين عن انهم يؤثروا في الاخرين سواء العاملين او الافراد الموجودين في المنظمة، ومن خلال المهارات القيادية بيستطيع القادة انهم يحققوا وحدة الغرض ووحدة التوجيه. عشان كده ان المفروض ان القيادة الفعالة في المنظمة بتسير نحو تحقيق الهدف العام للمنظمة، عكس ضعف القيادة بتبقى مشتتة في تحقيق الهدف. عشان كده بنقول القيادة هي الإيمان برمز مشترك والولاء له وترجمته إلى واقع بالفعل وليس بالقول. هذا الرمز هو رسالة ورؤية المنظمة، إزاي أقدر إن أنا أحقق من خلال القيادة الفعالة أصل لتحقيق الرسالة والرؤية الخاصة بالمنظمة. المبدأ الثالث هو مشاركة الجميع. فطبعا الأفراد في كل الوظائف وكل المستويات الموجودة في المنظمة هم جوهر المنظمة، هم أهم مواردها. عشان كده لابد من المشاركة الفعالة الكاملة عشان نقدر نستخدم كل القدرات لصالح المنظمة، من خلال القيادة، من خلال الاتصال، من خلال التحفيز، من خلال نظم وفرق العمل الموجودة في المنظمة اللي بتتميز بالحماس والقدرة والتعاون ما بين أعضائها عشان نقدر نحقق الهدف الخاص بالمنظمة. يبقى معنى كده إن أغلى موارد موجودة للمدير في المنظمة هم الأفراد اللي بيعملوا داخل المنظمة. المبدأ الرابع اللي هو تبني مبدأ إدارة العملية. فبنبص هنا للعمليات داخل المنظمة إنها منظومة بتتكون من المدخلات والعمليات والمخرجات. فالمفروض إن إحنا بنوصل للمخرجات الفعلية المرغوبة بأكبر ما يمكن عشان نقدر نحقق رسالة ورؤية المنظمة، ونقلل من المخرجات الفعلية غير المرغوبة. فإحنا عندنا مخرجات مخططة، عندنا بنخطط العملية، عندنا مدخلات مخططة عشان نقدر نحقق معيار الفعالية والكفاءة. فمعيار الفعالية
بنقدر نوصل له من خلال قسمة المخرجات الفعلية المرغوبة على المخرجات المخططة ومعيار الكفاءة. بنحاول إن احنا نقسم المخرجات الفعلية المرغوبة على المدخلات المخططة. المبدأ الخامس هو مبدأ الإدارة بالمنظومات، وطبعا كلمة منظومة معناها مجموعة من المكونات اللي بتتفاعل مع بعضها وبتؤدي في النهاية إلى سلوك فعال أو أداء كلي بالنسبة للمنظمة. الإدارة بالنظم ده عبارة عن مدخل بيتعامل مع السلوك الخاص بالهيكل التنظيمي ويتفاعل مع مجموعة من العمليات. وطبعا تطبيق منهج الإدارة بالنظم من العناصر الهامة، لأنه بيسهم في تحقيق الفعالية والكفاءة لسلوك الهيكل التنظيمي في داخل المنظمة. المبدأ السادس هو مبدأ التحسين المستمر، وطبعا في أهمية لمبدأ التحسين المستمر من خلال الاستجابة السريعة لكل التغيرات اللي بتحصل في المنظمة، بحيث إن أنا بركز على نقطة القصور أو نقطة الضعف وبأجري تحسين وتطوير لهذه النقطة، والتحسين والتطوير يستمر مع استمرار حياة المنظمة. عشان كده بنقول إن رحلة التحسين المستمر رحلة لا نهاية لها، هي فيها معاناة لكن بتبقى ممتعة عشان أقدر إن أنا أوصل إلى الهدف من خلال التحسين المستمر. فبنحاول إن احنا نطبق مبدأ التحسين المستمر في المنظمات اللي احنا بنعمل فيها. المبدأ السابع اتخاذ القرارات بناء على الحقائق. فاتخاذ القرارات الفعالة ممكن يكون لتصحيح الانحرافات أو الوقاية من الانحرافات أو التحسين. كل ده بيتطلب التحليل السليم للحقائق من حيث البيانات والمعلومات. فالمفروض إن الحقائق أو البيانات والمعلومات يتعمل لها تحليل سليم عشان نقدر نوصل للقرارات الفعالة. المبدأ الثامن بناء علاقات نصر مع الموردين. فطبعا أهم علاقة مع الموردين في الوقت الحاضر إن احنا نحقق علاقات نصر. في مربع بيقول لنا العلاقات المختلفة اللي ممكن تكون مع الموردين: هزيمة نصر، أو هزيمة هزيمة، أو نصر هزيمة. لكن طبعا أفضل علاقة مع الموردين هي نصر. بنعمل تواصل في العلاقات البناءة في الأجل الطويل مع الموردين عشان نقدر نوصل لهذه العلاقة الخاصة بنصر نصر. المبدأ التاسع هو مبدأ الوقاية. فطبعا من خلال مبدأ الوقاية إن أنا بمنع حدوث الانحرافات، وده من خلال مبدأ افعل الشيء الصحيح بالشكل الصحيح في الوقت الصحيح من أول مرة وفي كل مرة يتكرر فيها العمل، افعله بالشيء الصحيح عشان نوصل لمبدأ الوقاية. المبدأ العاشر مبدأ ضمان استمرارية التحسينات من خلال منظومة الجودة. من خلال جهود التحسين المستمر بوصل لتطبيق التحسين المستمر وبضمن استمرارية هذه التحسينات. فطبعا التحسين المستمر ممكن بعد كده بندخله في منظومة الجودة الرسمية وبيتم مراجعتها عشان نقدر نحقق الهدف بنجاح. بننتقل للنقطة الثانية، وهي بنتكلم فيها على عوامل النجاح في تطبيق إدارة الجودة الشاملة. عندنا مجموعة من العوامل لو التزمت بها المنظمة ممكن تنجح في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، منها الالتزام الكامل للإدارة العليا، وجود رسالة واضحة ومكتوبة للمنظمة بيعرفها الجميع وموثقة، منظور العميل مهم جدا وليس منظور المنظمة هو المحرك الأساسي لكل التصرفات، التفهم الكامل والتطبيق الواسع لمفهوم العميل الداخلي والمورد الداخلي. المنظمة بيبقى ليها مجموعة من المبادئ اللي بتقوم عليها إدارة الجودة الشاملة، ويمكن أشرنا إليها سواء مبادئ ديمينج أو كروزبي أو جوران. وجود اهتمام سابق بتطبيق منظومة توكيد الجودة والأيزو 9000 اللي بيساعد على تقبل الثقافة التنظيمية لإدارة الجودة الشاملة. وجود هيكل إداري لتنظيم أنشطة تطبيق الجودة الشاملة زي لجان التوجيه، زي فرق تحسين الجودة، زي حلقات الجودة. كل الأنشطة الموجودة في المنظمة بتمارس من خلال مفهوم الوقاية وليس العلاج. جميع العاملين بيتم تدريبهم على أساليب التشخيص وحل المشكلات. في مشاركة للعاملين، في توسع في التفويض، واعتبار فرق العمل الصغيرة دي هي مصدر الطاقة بالنسبة للمنظمة، بالإضافة للاهتمام الكبير بالتدريب والاتصال ونظم المكافأة
وطبعا إشراك الإدارة الوسطى مبكرا في عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة، لأنها بتكون أكثر الفئات تأثرا في الأجل الطويل. أيضا من ضمن عوامل النجاح في تطبيق ثقافة إدارة الجودة الشاملة إن أنا بغير البيئة التنظيمية من السلبية إلى الإيجابية، بعمل إعداد لآلية تنظيمية ممكن بنطلق عليها تنظيم الظل، بتتكون من مجلس الجودة والمستشارين وحلقات الجودة وفرق التحسين والمنسقين والمدربين، بنطبق المنهج العلمي في حل المشكلات، بنعمل مؤتمرات عامة بالنسبة للجودة. من ضمن المتطلبات التنظيمية لإدارة الجودة الشاملة إن أنا أغير البيئة التنظيمية من السلبية إلى الإيجابية. البيئة التنظيمية السلبية كانت فيها مجموعة من السمات زي الشائعات والسرية، الرقابة على العاملين، التصرفات التصحيحية، التركيز على القواعد، السعي للاستقرار، علاقة التنافس، الإدارة باللوم، الأزمات وإطفاء الحرائق المركزية. كل دي سمات سلبية للبيئة التنظيمية، فلازم تتغير هذه العناصر إلى عناصر إيجابية زي الاتصالات المفتوحة، الحماس والمبادرة، تدعيم استقلالية العاملين، مبادرات التحسين والتطوير، التركيز على العميل الداخلي والخارجي، السعي للتغيير، علاقات التعاون والتفاعل الإيجابي، الإدارة بحل المشكلات من جذورها، الوقاية اللامركزية الكاملة. وطبعا المسؤول عن إحداث هذا التغيير هو الشخص اللي بيرأس الهرم الإداري، سواء كان مدير عام أو عضو منتدب أو رئيس مجلس الإدارة، مهما كان مسماه الوظيفي عليه أن يتحول من مدير إلى قائد. بكده يبقى انتهينا من شرح المبحث الثالث في الفصل الثالث الخاص بمهارات إدارة الجودة الشاملة. بننتقل للمبحث الرابع، والمبحث الرابع بعنوان خصائص الأنماط المختلفة للشخصية الإدارية وعلاقتها بإدارة الجودة الشاملة، وده هو المبحث الأخير في الفصل الثالث. المبحث الرابع بيتكلم على مجموعة من الخصائص الخاصة بالأنماط المختلفة للشخصية الإدارية. عندنا نمطين غير فعالين وعندنا نمطين فعالين. الأنماط غير الفعالة أو النمط فيها بنطلق عليه مسمى المدير المشغول. المدير المشغول بيقضي وقته إزاي؟ بيعمل تطوير وتحسين بنسبة 0%، بينمي مرؤوسيه أيضا بنسبة 0%، أمال بيعمل إيه؟ إدارة العمل اليومي بنسبة 100% بالإنغماس، أكثر بالإنغماس، مشغول في كل الأوراق والملفات اللي موجودة على مكتبه. خصائص شخصية المدير المشغول إنه بيندفع في العمل دون تركيز على النتائج، بيعتقد أن الانشغال المستمر هو مقياس الإنجاز، بيؤمن بأن التخطيط مضيعة للوقت، بيستجيب لنداء العاجل، رد فعله انعكاسي وليد اللحظة، إنجازه غير مستقر، بيعتقد أن تنفيذ القرارات المبرمجة اتخاذ قرارات، بيستهدف الكفاءة في الأداء ولا يدرك فعالية الأداء، جسده منشغل وفكره متأكسد، كل حدث بالنسبة له يعتبر أزمة متأججة يجب إطفائها، بيفعل كل شيء بنفسه لا يفوض أبدا، التفويض بالنسبة له تنازل وإن اضطر إليه بيتنصل من المسؤولية، بيعيش في حالة مستمرة من التوتر والضغط، بيشعر دائما بأنه ضحية وإن أحد لا يساعده، وأرقى أنواع القرارات بالنسبة له هي قرارات إطفاء الحرائق أي القرارات التصحيحية لأنه هو المنفذ. دي أول نمط غير فعال من خصائص الأنماط الإدارية اللي هو نمط المدير المشغول. النمط الثاني غير الفعال اللي هو بنطلق عليه مسمى المدير الحالم. طب بيقضي وقته إزاي؟ التطوير والتحسين بالنسبة له بيقضي وقته فيه بنسبة 100%، طبعا بالتفكير فقط وليس التنفيذ. تنمية المرؤوسين بالنسبة له بتاخد نسبة 0%، إدارة العمل اليومي بياخد أيضا بنسبة 0%. طب إيه خصائص المدير الحالم ده؟ بنقول إنه هو مصاب بمرض بنسميه الشلل بسبب التحليل، هو غارق في جمع البيانات والمعلومات والتحليل والإعداد المتواصل، لكن لا ينفذ شيئا في الواقع، ما بيتقبلش المخاطرة، هو مثالي لا يتقبل فكرة احتمال الفشل، بيتحدث دون ملل أو كلل عما سوف ينجزه، الأهداف بتاعته غير واقعية في مثالياتها، لا يقيم خططه ولا يضع خطط تفصيلية، الوقت عنده غير هام لأنه بيعتبر أن التأخير في التنفيذ مزيدا من التخطيط، لا يهتم بمتابعة تنفيذ القرارات، بيعتبر نفسه صاحب مدرسة فكرية،
نظري أكاديمي غير واقعي، بينبهر بجمال خطته على الورق، بيعتبر إن حل المشكلات على الورق هو نهاية مطاف اتخاذ القرار. أرقى أنواع القرارات بالنسبة له هي قرارات التطوير لكن على الورق دون تنفيذها. دي هي الأنماط غير الفعالة بالنسبة لخصائص الأنماط المختلفة للشخصية الإدارية. بنبتدي النمط الثالث اللي هو النمط الفعال اللي هو المدير. المدير بيقضي وقته إزاي؟ في التحسين والتطوير بنسبة 20%، في تنمية المرؤوسين بنسبة 30%، إدارة العمل اليومي بنسبة 50% من وقته بالتخطيط والتوجيه والرقابة من خلال المنظومات اللي بيعمل معها. من خصائص المدير إنه بيضع أهداف واقعية ويتخذ قرارات واقعية لتنفيذها والالتزام بيها، بيركز على فعالية الأداء وكفاءته في الأجل المتوسط، بينمي مرؤوسيه تمهيدا لتفويضهم، بيتجه لمزيد من التفويض في القرارات التصحيحية، بيحتفظ لنفسه بأغلب القرارات الوقائية، فعاليته بتركز على استقرار الأداء بتحقيق الأهداف في الأجل المتوسط، عشان كده بنطلق عليه تكتيك التوجه، بيميل إلى الاعتماد على هيكل تنظيمي رسمي، بيؤمن بمنظومات العمل زي الأيزو 9000، بيشرك مرؤوسيه في اتخاذ القرارات، بيقضي وقت قليل نسبيا في أنشطة التطوير والتحسين، بيميل أكثر إلى التفكير التحليلي عن التفكير الابتكاري، وأرقى أنواع القرارات بالنسبة له هي القرارات الوقائية. النمط الأخير والنمط الرابع هو القائد. من ضمن خصائص القائد إنه بيقضي وقته في التطوير والتحسين بنسبة 50%، بينمي مرؤوسيه بنسبة 30%، وبيدير العمل اليومي بنسبة 20% بالمراجعة الإدارية. من ضمن خصائص القائد إنه بيضع أهداف تتميز بالتحدي ويتخذ قرارات جريئة يلتزم بتنفيذها، بينمي مرؤوسيه، وتنمية المرؤوسين بتستهدف تجاوز مرحلة التفويض إلى مرحلة تدعيم السلطات والاستقلالية، بيركز على أن يكون الأداء سليما من أول مرة وفي كل مرة، بيعتبر أن استقرار الأداء بتحقيق الأهداف في الأجل المتوسط من مسؤولية المرؤوسين. الفعالية بتاعته بتركز على تحسين وتطوير الأداء في الأجل الطويل، عشان كده بنطلق عليه إنه مدير أو قائد استراتيجي التوجه. بيشجع تفتيت الهيكل التنظيمي إلى وحدات عمل صغيرة مستقلة، وبيشجع الحرية الكاملة للحركة عبر هذه الوحدات والتدفق المفتوح للمعلومات. بيؤمن بمنظومات العمل زي الأيزو 9000، بيشجع ويحث المرؤوسين باستمرار على المشاركة في اتخاذ القرارات، بيقضي أغلب وقته في أنشطة التطوير والتحسين، وبيكون تصرفه في هذا الشأن مبادرا ومشجع الآخرين على المبادئة. أنشطة التطوير والتحسين ما بتقتصرش على المنتجات والخدمات، لكن بيمدها للمنظومات والمناخ والثقافة التنظيمية. وأرقى أنواع القرارات بالنسبة له هي قرارات التحسين والتطوير. وكده يبقى انتهينا من شرح الفصل الثالث الخاص بمهارات إدارة الجودة الشاملة.